نوبيليس معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البداية ستكون بأحوال الطقس المرتقبة خلال هذه الظهيرة حسب مصالح الأرصاد الجوية، فالأجواء ستبقى متقلبة على أغلب المناطق الشمالية للوطن، بعض الأمطار غير مستبعدة التي ستكون من حين إلى آخر، هذا على السواحل الوسطى وحتى الغربية مع هبوب رياح قوية نسبيا بالنسبة للسواحل وحتى المرتفعات الداخلية، احتمال لبعض الرمال التي ستبقى عالقة بالهواء، هذا على المرتفعات الداخلية الوسطى والغربية. بالجنوب الجزائري استقرار تام لكل العناصر الجوية عدا تشكل بعض السحب العابرة فيما يخص منطقة الواحات ومناطق الجنوب الشرقي للوطن. درجات الحرارة القصوى المسجلة خلال هذه الظهيرة تقارب 20 درجة بالعاصمة، 18 بوهران مستغانم، 19 بعنابة سكيكدة، 25 درجة إذا سترتفع ببتنا، 24 بقسنطينة الصيف قلمة سوقهراس، 21 درجة بتيزي وزو، 23 بالجلفة، 20 درجة بالبيض لن تتعدى، 32 درجة بشمال الصحراء، 39 بإن صالح، 34 بأدرا، 24 درجة إذا ستنخفض بتيدوف، 43 درجة كلما اتجهنا نحو برج بجي مختار إنكس. خلال هذه الليلة بحول الله درجات الحرارة الدنيا ستشهد إذن انخفاض محسوس، نعم، لدرجات الحرارة الدنيا ستقارب إذن درجتان بالنسبة للمرتفعات البيض الغواط عامة، 4 درجات بالجلفة، 3 درجات بتيارت، 9 درجات بوهران مستغانم، 10 درجات بالجزائر العاصمة، 12 بعنابة سكيكدة، 17 بغردايا، 16 بالواد بسكرة، 21 درجة بصحراء الوسطى، 9 درجات فقط بتندوف، 26 درجة ترتفع كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري. البحر نهار اليوم سيبقى مضطرب إلى هائج على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح ستشتد لتقارب 70 كيلومتر في الساعة على السواحل الغربية، 60 كيلومتر على السواحل الوسطى وحتى الشرقية، الرياح ستأتينا ضمن التيارات شرقية شمالية شرقية بالنسبة لكل السواحل. غروب الشمس لخاصة جزائر العاصمة وضواحيها نهار اليوم سيكون في حدود الساعة 7 مساء و13 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة، أشكركم على المتابعة في أمان الله.